لا انت ولا اختك ولا حتى امك ما بتعرفوا كيف تتصرفوا مع الناس. خالتي اسمعيني شو بدي اقول لك وركزي، لسه عندك الفرصه انه تعتذري مني وراح اقبل انه هي تصير مرتي. انا ما حذرتك، ما حذرتك انه ما تحكي ولا كلمه سيئه ضد بريتا. انا ما رح سامحك على هذا الشيء، وكمان رح علمك درس ما رح تنساه بحياتك. انت شخص سيء وانا ما بقبل زوجك بنتي، ما رح زوجك ياها لو كنت اخر رجال بالعالم. انا اما لبريتا ومسؤوله عنها، وانا بالنيابه عنها رح ارفضك. سمعتني شو عم بقول لك؟ حتى لو كانت هي بدها تتزوجك انا ما رح وافق بنوب. اطلع من هذا البيت، اطلع بسرعه. لا انا ما رح اروح لحالي، رح اخذها معي. اتركني. رح تيجي معي. ما رح اروح. امشي عنها. امشي. يلا امشي. بعد عنها. اتركها. هي جايه معي. بعد عنها. ما رح اتركها. روح من هون. انا رح ورجيك كيف بتتجرأ. لك شو عم تعملي؟ خلاص. كيف بتتجرأ تضربها؟ مفكر انه النسوان ضعاف؟ النسوان كثير قوية، تفهم؟ ما في رجال بالدنيا بيقدر يجبر مرة على شيء. رح ورجيك قيمتك. وانا سر لأورورا، ما رح خليك انه تطلع من هون لحتى ربيك. انت شخص سيء. خلاص يلا روح، اطلع من هون، اطلع من بيتي. ايه لحظة استنى، ما رح تطلع بهالسهولة هي. انا ما رح خليك تطلع قبل ما تاخذ نصيبك على الاخر. ماما اضربي كمان. انا ما طلبت منك تضل بعيد عن اختي، وقلت لك اني رح اخبر امي بحقيقتك. بس انت ما همتك تحذيراتي. ماما ربي هو بيستاهل هالشي. ماما هذا يلي واقف قدامك شخص ما له منيح ابدا. زواجنا التغى لانه هو طلب مهر لحتى يتزوجني. بس هو قال لي غير هيك. ماما هو كان مسؤول عن موته لابي. اضربي كمان. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.